مرحبا جميعا، بما اني عملت عمليه الليزر لتصحيح النظر فانا اليوم راح اجاوب على معظم الاسئله اللي انا سالتها عن هذه العمليه، لكن الاسئله طلعوا كتار، طلعوا 20 سؤال فراح ياخذوا وقت كتير في هذا الفيديو، فراح نقسم الفيديو لجزئين. فهذا هو الجزء الاول من الاجابه عن اسئله الناس عن عمليه تصحيح النظر بالليزر. مرحبا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجي توكس، واليوم بعد غياب كثير طويل عن هاي الكاميرا والفيديوهات وعملت باك جراوند جديده، جاي اليوم احكي لكم قصه اي ثينك انها راح تفيد كثير ناس، لانه انسالت عنها مليون الف مره، اللي هي اني عملت عمليه تصحيح النظر بالليزر وتخليت عن الأمور الكيوت. هتقول لي ليش لسه بتلبسها؟ احكي لك انا طبقات حمايه وتوكلش راسي، اشرح لك بالفيديو. بعد ما عملت عمليه تصحيح النظر بالليزر، اصحابي ومش اصحابي واخواني ومش اخواني جننوني اسئله عن هاي العمليه، وعشان شفت انه في كثير ناس مهتمه بهذا الموضوع عم تسالني شو اللي صار معك وهل بتنصح فيها ولا لا، هل هي منيحه ولا مش منيحه، قررت ان انا اعمل هذا الفيديو واجاوب عن معظم الاسئله اللي انسالتها، علشان ان كيس في ناس حابه تعرف معلومات من تجربه حقيقيه واقعيه لهاي العمليه انها تقدر تستفيد وتلاقي هاي الاجوبه بشكل دقيق 100%. فخلينا نبلش. اول سؤال اكيد انسالته اول ما خلصت العمليه وبلشت اطلع واشوف الناس، هل تنصح انه نعمل عمليه تصحيح النظر؟ اولا راح احكي لك انه لغايه ما كتبت السكريبت تبع هذا الفيديو كنت لسه نظري ما رجع صحيح 100%، لكن اليوم الحمد لله النظر كثير منيح. وهل بنصح في العمليه؟ الجواب هو نعم، بس احضر كل الفيديو عشان تعرف ايش اللي ممكن انه ياثر عليك وشو بتحتاج تعرف عن هاي العملية. السؤال الثاني اللي انسألته من شخص كثير عزيز على قلبي اللي بعرفه يمكن أكثر من 25 سنة، هل العملية بتوجع؟ الجواب هو وجعها خفيف كان بالنسبة لي أنا أتليست خلال العملية، في شوية وجع بعد العملية راح أحكي عنهم وراح أحكي عن التفصيل هاي كلها خلال الفيديو، وبرضه في فيديو جاي راح أحكي عنه عن تفصيل العملية كاملة، ف تابع للآخر. السؤال الثالث اللي كثير مهم برضو اللي نسألته، هل صحيح انك انت راح ترجع تصير تشوف ونظرك يصير 6/6 بدون النظارة بعد العملية اللي انت راح تعملها؟ الجواب هو نعم، اكيد انت راح ترجع تشوف ان شاء الله، يعني في نسبة بس 5% اللي ممكن ما تزبط معهم العملية من ناحية عملية الليزر على حسب كلام الدكتور اللي عمل العملية والناس اللي عملوا الفحوصات والآخرين، لكن انت ما راح ترجع اول ما تخلص العمليه طفوا عنك الليزر عن عيونك راح تفتح تلاقي حالك تشوف 6/6، لا هي راح تاخذ تدرجات واكثر من يومين ثلاث راح احكي لك عنها. والسؤال الرابع، هل بتحس انك تعمل العمليه بيكون احسن لك من انك انت عم تلبس النظاره؟ انا شخصيا على المستوى الشخصي صراحه مبسوط كثير بالعمليه لغايه اليوم، واللي لسه نظري راح يتحسن اكثر واكثر خلال هذا الشهر اللي هو شهر من عملت العمليه. انا اي ثينك عملت العمليه ب 13/6، هو شهر من بعد جزء معين في العملية هحكي عنه، فأنا بالنسبة لي يس مبسوط كثير بالعملية وآي ثينك إنها أحسن إني أظل لابس النظارة الطبية، خاصة النظارة الطبية كانت شوية تعيقني عن شوية أكتيفيتيز أنا كنت بعملهم، فآي ثينك إنه يس. هلا موضوع تأثيرها والكمبيوتر وكذا لسه ما بعرف لأن لساتني جديد على المجال، فبنحكي عنه ليتر. السؤال الخامس اللي انسألته وآي ثينك إنه من الأسئلة المهمة، كم المدة اللي راح يضل النظر فيها يتحسن بعد العملية لغاية ما اوصل للنظر اللي انت كنت بتوقعه والنتيجة اللي انت كنت متوقعها بعد العملية؟ شوفوا انا اي ثينك انه النظر بضل يتحسن بشكل كثير ملحوظ خلال اول اسبوعين. انا من غاية ما عملت العملية كان 13/6، بعدين بقولك لينسز بعيونك هحكي عنهم ليتر اون، بعد 4 ايام بيشلوهم، لغاية ما كتبت السكريبت ب 30/6 كان لي 17 يوم انا عامل العملية وكان نظر لساته عم بتحسن. في أول أسبوع بتحس إنه شو هالورطة اللي ورطت، أنا مش عم بشوف زي العالم والناس بقول أكلت المقلب. ثاني أسبوع لا بتبلش تحسن الأمور كثير منيح بشكل كثير ملحوظ، بس بعد ثاني أسبوع أنت بتكون شايف إنه لسه في غباش، شو المشكلة؟ على كلام الدكتور إنه أنت بعد العملية في نوعين من كمية النظر اللي أنت بتشوفها، مش كمية النظر، في نوعين لنتائج فحص النظر.
كمية قديش بتشوف quantity وجودة قديش بتشوف اللي هي quality. هلا أنا بعد العملية بتعمل عدة فحوصات وبصير يفحصوا لك النظر بشكل دوري. أنا كنت بشوف 95% بالعين I think اليمين و 100% في العين اليسار. يعني بعمل لك الفحص أنت شايف كل إشي، ما عندك مشكلة في أنك أنت تشوف الكمية، لكن أنك أنت تميز الأشياء وبدون غباش ما كانت النسبة جيدة وما كانت مرضية بالنسبة لي. على كلام الدكتور وتشخيصه بيحكي لك أنه العملية بتسبب نسبة 100% جفاف أول ما تخلص العملية، لأنها هي عبارة عن ضربات ليزر على العين، بتضلك تاخد قطرات ترطيب وقطرات تانية برضو حكي عنها بعد العملية لمدة معينة، وكل فترة عم بتمر عليك انت ستيل بتضلك تتحسن لغاية ما يصير النظر عندك ستيبل بشكل كامل وتوصل للنتيجة المرضية اللي انت كنت بتدور عليها قبل ما عملت العملية. السؤال السادس بعد ما جبت سيرة الجفاف للناس اللي سألتني، بيحكي لك طب هل الجفاف اللي بتسببه العملية بعد العملية بسبب لك ألم أو بسبب لك حرقة في العين أو شو اللي بتحسه بالضبط؟ الجفاف فعليا بحد ذاته ما يعني ما بوجعك، أنا ما وصلت لأني أنا أطنش الجفاف، لكن بأنك أنت ملتزم بالقطرات اللي بيعطوك إياها اللي هي قطرات الترطيب وبتحطها بالأوقات المطلوبة وحسب الجدول اللي بقرر لك إياه الدكتور، هو أنا فعليا ما حسيت بوجع. لكن الجفاف اللي بتحس فيه بالعين يعني يمكن من العملية زي كأنه في رمش دخل عينك مثلا ومش عارف تشيله، أو أنه مثلا غبرة أجت في عينك، يعني هذا هو التشبيه الأقرب لموضوع أنك أنت عندك جفاف. لكن باستمرار على القطرات أنت ما حتحس بهذا الموضوع، لكن إذا أنت مثلا طولت على القطرة يس حتحس أنه آه والله الجفاف عم بيأثر علي، بس مش وجع، يعني ما تخيل أنه عينك رح تصير توجعك بشكل كثير كبير. السؤال السابع، انت جننتنا حط قطرات والتزم بالجدول المطلوب، شو هي القطرات المطلوبة وكم عددها؟ بعد العملية مباشرة وانس خلصت العملية في عندك 3 قطرات، وبعد اسبوع من العملية راح ينزلوا يصيروا قطرتين، وبعد 4 شهور او 3 شهور ونص من العملية راح يصيروا قطرة واحدة. هلأ القطرات اللي كتب لي اياها انا الدكتور يمكن في الاردن ويمكن دكتور ثاني في الأردن برضو يعطيك قطرات مختلفة، يمكن برا الأردن يعطيك قطرات مختلفة تماما، لكن اللي أنا أخذتهم بعد ما خلصت العملية مباشرة كان في قطرة اسمها آيموكس وقطرة اسمها FML وقطرة اسمها كومفورت شيلد. الآيموكس والFML I think للعلاج والكومفورت شيلد للترطيب، والكومفورت شيلد فيها أنواع مختلفة، يعني اليوم أنا I have replaced هذه الكومفورت شيلد، صرت أخذ مكانها إشي اسمه تريوم فري. ليش؟ ما فيش أي سبب. لكن الآيموكس بعد العملية بأربع أيام الدكتور راح يوقف لك إياها، يحكي لك خلاص ما تكمل ما تحط منها. والFML راح تضلك تستمر بعد العملية من 3 شهور لـ4 شهور وانت عم بتحطها، والكومفورت شيلد من بعد العملية راح تضلك لمدة 6 شهور تضلك تحط من هاي القطرة، وكل ما استمريت فيها بيكون أحسن لأن هي عبارة عن قطرة الترطيب. هلأ من كمان أنواع قطرات الترطيب اللي أنا متذكر اسمها I think اسمها فيسمد أو فيسمد إشي زي هيك، فبرضو تقدر أنك إذا أنت ما لقيت الكومفورت شيلد أو ما لقيت التريوم فري تقدر تستخدم الفيسمد أو الفيسمد، ناسي اسمها بالضبط، لكن أنت بتقدر أنك أنت تدور على الأنواع المتاحة بالنسبة لإلك. والسؤال الثامن اللي ما بعرف ليش الناس فكرتني عبارة عن دكتور عيون لكنها دخلت تكنيكال كثير في أمور العملية، هو هذه القطرات اللي انت حكيت لي عنها كيف البرنامج اللي بحط لك اياه الدكتور وكيف مشيت عليها وشو الأوقات اللي بتحط فيها هاي القطرات؟ قالنا ماشي، بضلهم أصحابنا بنحكي لهم انه انت أول ما تخلص العملية هدول الـ3 قطرات نفسهم لمدة 4 أيام راح تضلك تحط كل ساعتين من هاي القطرة، لكن إذا كنت نايم ما عندك مشكلة، ما حتصحى انك انت تحط القطرات ترجع تنام، فطول ما انت مستيقظ راح تضلك تحط. عجبتني مستيقظ صراحة، كل ساعتين بتحط قطرة في كل عين. طيب بعد الـ4 أيام انت حتروح يكون في عدسة اصلا اوريدي محطوطة في عينك، فبشيلوا لك اياها وبتصير تحط من قطرتين الـFML I think فيها كورتيزون والترطيب اللي كانت بالنسبة لي كومفورت شيلد، هدول راح تضلك مستمر على نفس البرنامج في كل عين قطرة من كل وحدة وكل ساعتين خلال فترة انك انت صاحي سواء خلال النهار او الليل. طيب بعد العملية مروا 4 أيام، هذا الموضوع بتستمر عليه لمدة 2 أسبوع اللي هو حسب أنا الوضع أو حسب أنا شو استشرت الدكتور، لأن أنا كنت هسافر بعد 2 أسبوع هدول. وبعدها راح أحكي لك أنه أنت قطرة الـFML أو قطرة العلاج راح تصير كل 4 ساعات قطرة في كل عين،
وكمفورت شيل عادة تستمر عليها كل ساعتين. وباي ذا واي قطرة ترطيب انت قد ما بدك راح تحط منها، لا بتضر ولا بتتأثر ولا بتعمل اي شيء غير انها بترطب لك العين وبتحافظ على رطوبة قطرة الترطيب. شو بتتحافظ؟ فهذا هو البرنامج اللي حتمشي عليه. هلأ بعد الأسبوعين هدول كانت آخر مراجعة لي عند هذا الدكتور، لأني كنت حسافر فغير لي البرنامج شوي، خلاني على FML كل 4 ساعات لمدة 3 شهور من اليوم اللي رحت عنده، والكمفورت شيلد قطرة في كل عين كل ساعتين ضلت لغاية 3 شهور. هلأ بعد هدول 3 شهور راح أوقف FML وراح أكمل على الكمفورت شيلد لمدة 3 شهور تانيين، بس راح تصير كل 4 ساعات أو عند اللزوم يعني عند الحاجة. فهذا هو البرنامج اللي انت راح تمشي عليه بالنسبة للقطرات اللي راح يحطوا لك اياها بعد عملية الليزر او بعد عملية تصحيح النظر بالليزر. ونسيت احكي لك شغلة مهمة، انه بين كل قطرة والثانية لما انت تحطهم بدك تحط مسافة 2 لـ3 دقائق I think، يمكن عشان العين تاخد القطرة هاي وتدخل لجوا وترتب امورها وتشتغل براحتها بعد ما تحط القطرة اللي بعدها. وانا نصيحة من تجربتي، حط الايموكس بالاول بعدين الFML بعدين الترطيب. ليش؟ لأن أول تنتين بيعملوا لك حرقة في العين لما تيجي تحطهم، وأول يومين بعد العملية هتكون الحرقة هاي صراحة مزعجة وشديدة. والسؤال اللي أكيد أي حد راح يسأله، طيب أنت كل هالوجع وكل هالقرف وكل هالحرقة اللي قاعد تحكي لنا عنها ما أعطوك ولا مسكن بعد العملية؟ الجواب هو أكيد أعطوني مسكن بعد العملية. أعطوني بانادول نايت، كيف حالك؟ لا في واحد تاني برضو، في واحد اسمه جو فلام وهذا قوي، وفي اعطوني منوم بعد العملية. منوم؟ منوم حاحكي لكم عنه ليتر. طيب كيف برنامج هدول البانادول والمسكن اللي اعطوك اياهم؟ حاحكي لك انه حبة مسكن وحبتين بانادول نايت الصبح، نايت الصبح، وحبة مسكن واثنين بانادول نايت بالليل او مساء وبعد الأكل أكيد، لأن المسكنات بدك تأخذهم بعد الأكل. واستمريت عليهم هدول لمدة أسبوع وبعدين صرت عند اللزوم وهلأ ما بستخدمهم. فأي ثينك إنه هدول مسكن والحبتين بانادول على حسب الاحتياج أو إذا كان في وجع أو ما في وجع، لأنه مرات حيكون في وجع ومرات مش حتكون عارف تنام، فانجوي خدهم. طب المنوم، المنوم أعطاك إياه بس يوم واحد اللي هو يوم العملية عشان تنام بعد العملية مباشرة. السؤال الكثير مهم، هل بعد عملية تصحيح النظر بالليزر انت ملزم انك انت تقعد في غرفة معتمة؟ للصراحة ما حد ألزمني، ما حد قال لي روح اقعد في غرفة معتمة وسكر حالك الباب وتطلعش في الضوء، لا لا لا. لكن هو عملية انك تطلع في الإضاءة اساسا جدا مزعج، خاصة خلال اول 2 لـ3 بعد العملية. يعني انا كنت اقعد في غرفة مسكر حالي الباب، مسكر الأباجورات، لانه جد مزعج موضوع الإضاءة. لكن إذا كنت مضطر أنك تطلع في الإضاءة مثلا بدك تطلع على الترس أو whatever، في نظارة السباحة أنسى 100%، إشي بجنن، إشي يعني ستايلش على الآخر، هتلبسها وتطلع في هاي الإضاءة، ما بتكفي أنك أنت ما تنزعج من الإضاءة. to be honest أنا من تجربة الشخصية هاي النظارة ما بتحجب الشمس عن عينك فعليا، لكن بتخففها I think بنسبة كثير 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 كبيرة. واللي بهمهم من موضوع الإضاءة I think على حسب ما حكى الدكتور هي الأشعة، يا اللي تحت البنفسجية يا اللي فوق البنفسجية، المهم في إشي بنفسجي في الموضوع. لكن الإضاءة تسلف مزعجة لعينك بعد العملية، خاصة بالفترة اللي فيها العدسة في عينك. فإذا أنا كنت أضطر أطلع مثلا أمر من الترس أو whatever، يعني أطلع برا باب البيت، كنت to be honest أنا مقضيها to be honest بعرفش ليش، بس المهم to be honest كنت أحط ألف راسي إما بمنشفة أو بشكير أو قميص أو whatever، بس 2 layers يعني أحط 2 منهم، واحد لونه أسود مثلا عشان أنا منزعج جدا من هاي الإضاءة. بعد رابع يوم بتصير أمورك أخف بس بضلك منزعج، وبعد أول أسبوع أمورك تصير طيبة وتقدر تطلع في الإضاءة من غير ما تنزعج. لكن طبعا 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 طلعت في الإضاءة دائما راح تكون لابس نظارة شمسية بكل الأحوال، لأنه العملية ما بدهم تتعرضوا لنا لك يا إشي تحت البنفسجي يا إشي فوق البنفسجي من الإضاءة، أنا مش متذكر شو هو، بس مهم أنه عينك ما تتعرض لهاي الإضاءة. طب بالإندور هل كنت تنزعج من الإضاءة الارتفيشل أو الإضاءة الموجودة جوا البيوت؟ هلا أنا كنت فاهم أني أنا منزعج، كنت فاهم أني أنا لازم أضل لابس النظارة الشمسية جوا البيت، بس لما سألت الدكتور صراحة بعد المراجعة الأولى قال لي لا عادي الإندور enjoy I don't mind. وإذا كنت بترس مظلل ما عندك مشكلة، المهم ما تيجي أشعة الشمس المباشرة لعيونك وما تمشي بدون ظل. لكن أنا نصيحة حافظ على لبس النظارة سواء في الظل أو
بالشمس أول فترة، حتى اندور راح تكون مزعجة بالنسبة لك، فحضر لك لابس النظارة الشمسية. لغاية هون راح أوقف لأنه الفيديو صار طويل كثير وعدد الأسئلة كثير كبير. في 10 أسئلة ثانيين راح أجاوبهم في الفيديو الجاي إن شاء الله، ومن هون لينزل الفيديو الجاي فانجوي. 2 فيديوز راح يكونوا مصورين بنفس اليوم لكن راح ينزلوا في أوقات مختلفة على التشانل حسب ما يصيروا جاهزين. شوفوا هدول 10 أسئلة اللي حكيتهم، إذا كانوا مفيدين حطوا لي أسئلة كمان زيادة في الكومنتس، وإذا عندكم إجابات من تجربتكم الشخصية بهذه العملية كتير مفيد إنه إحنا نحكيهم لكل الناس اللي ممكن إنه يوصلهم هذا الفيديو، أو نبعث الفيديو للناس اللي ممكن يكونوا بدهم يعملوا العملية أو حابين يعرفوا عن العملية أو بيعرفوا حدا حابب يعرف عن العملية أو جنبهم حدا عارف حدا حابب يعرف عن العملية. anyways enjoy like وشير وسبسكرايب و enable notification يعني باختصار فعل خاصية الجرس وسلام.